السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Elden Ring. شرحتنا في مقاطع ماضية فارمين في هذا المكان، ولكن اليوم يا اخوان جيتكم بطريقة غير الفارم السريع هنا او الطير هذا. اذا كان ما عندك وقت وما عندك مشكلة انك تتبرع عن احد المين بوسز، يعني تقتله عن طريق جلتش، فهذه الطريقة راح تفيدك كثير لانها تجيب لك قرابة 500 او 600 الف. كل اللي نحتاجه يا اخوان الايتم هذا، وانا شرحت بالتفصيل السايد كويست اللي يعطيك هذا الايتم. المهم بعد ما تستخدم هذا الايتم وتضغط يس راح تنتقل الى المنطقة اللي اساسا انا فيها، ولكن عشان الشرح يكون واضح بمشي معاكم خطوة خطوة. راح ترقى الدرج هذا اللي بوجهك، طبعا الطريق للفارم اللي شرحته من هناك، في ايتم هنا بتحصله اللي هو الماب اللي يكشف لك هالمنطقة كاملة، ضروري انك تاخذه من هذا المكان، وبعدين ترقى الدرج وبتحصل هذا الجريس بوينت. بعد ما تاخذ هذا الجريس بوينت بتسيد الدرج الثاني. طبعا هنا الانميز كلهم نظام النيران اللي ينفجر فيك، فانتبهوا خصوصا اذا جيت تسوي، شوف سميثينغ ستون 7 هنا، حاول انك تتجنبهم قدر المستطاع. وبتجي عند هذا ترقى من فوقه، في شغيلات حليوه كذا في الطريق، راح توصل الى هذا المكان اللي يتعبدون فيه والعياذ بالله. المهم بتدخل في هذه الظلمه عشان نستخدم الشعله هذه اللي ما لها داعي. اول ما تدخل بتاخذ يسار بعدين بتاخذ يمين، شوف هذا رسبا على يساري. المهم بتحصل لك ايتمات، ايش فيها الشعلة طفت، وبتسيد عند هذا الدرج، تاخذ يمين توصل عند زي الزهرة هذه، بترقى يسار بتشوف يعني زي الطلوع لين ما توصل عند الدخلة هذه. ما ادري وش هذا، انفيد وايت ماسك ذري وورد، خلنا نشوفها بعدين. المهم في جريس بوينت في هذا المكان، كذا بتوصل عند الدرج هذا، بتحصل اخويانا هذا لحق الفارم الاول، وبتيجي عند هذه المنطقة كذا، بترقى فوق عند البوس هذا. اللي وده يقاتل البوس حبيت اني ارويكم اياه، واللي وده يسوي الطريقة هذه اللي طبعا اول شيء بتحتاج انك تدخل عنده تندلد، ما في مشكلة، تأكد انه ما عندك رونز. راح يطلع لك الكاتسين او العرض السينمائي تبع المين بوس. المهم بعد ما يقتلك راح ترجع الى الجريس الاخير، فضروري انك تدخل اول مرة عشان يرسبن. طبعا الحين ما يحتاج انك تدخل من هنا، او لازم انك ما تدخل من هنا. الجلتش باختصار يا اخوان انك ترقى فوق هذا المكان، من هذا المكان يا اخوان راح ترقى هناك وتدخل عند البوس، مثل ما تشوفون يعني تسوي له سبرايز. طبعا هو المفترض انك تدخل من بوابة ويتفعل البوس، لكن اذا دخلت له من هذا المكان راح يتم ثابت. ضروري جدا يا اخوان انكم تتفسخون طلع سروال داخلي ما في مشكلة. المهم عشان يكون اللايت لود عندك او الوزن خفيف، مثل ما تشوفون حتى هذا جالس يحاول هنا، فبتسوي نفس الطريقة هذه. وضروري جدا انك يعني تضغط زر السرعة اللي هو الدائرة مع النقزة في نفس الوقت. اتوقع اللي يلعب اللعبة على الماوس الكيبورد بتكون اسهل له بكثير. على العموم هذه هي الطريقة، نزل اسلحتك، نزل الملابس، وتعال فوق هذه الصخرة ونط مع يعني استخدام الدائرة مع الاكس. حاول انها تكون في اعلى منطقة، لو تلاحظون هذا اللي واقف فوق هنا بعض الاحيان يقلش اللاعب وينزل تحت فيه، عرفت، زي ما يختفي كذا. فبتكون فيه محاولات كثير لما تقدر تضبط هذا الجلتش. مثل ما تشوفون انقز لما تكون في الزاوية او في زاوية يعني اعلى نقطة، بحيث انه ما يكون لاعبك نزل تحت، وراح تقدرون ان شاء الله تضبطون هذا الجلتش. وبعدها انصحكم انكم تستخدمون الجولد سكراب، الايتم هذا ضروري جدا انه يكون مفعل. هذا الايتم ما يخلص، ما له وقت، اما رجل الدجاج الذهبي له 3 دقائق ويخلص. فتقدرون تستخدمون الجولد سكراب ورجل الدجاج في نفس الوقت حتى انكم تقدرون تحصلون اكبر كمية من هذا الجلتش. مثل ما تشوفون مع الجولد سكراب ومع رجل الدجاجة راح تحصل ريمبرنس حتى انك تقدر تحصل هذا السلاح، وتحصل 604 او 55200 من غير استخدام الايتمات هذه، راح تحصل قرابة 500000. وبس يا شباب هذا كان مقطع اليوم، اتمنى لاعجابكم، لا تنسوا اللايك، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاية.